انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. هترجع مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتكلمت في الحلقة الماضية عن القس دوماديوس وهو بيقدم دور شيف وبيشرح طريقة عمل الكيكة ببيضة واحدة، وكأنه اخترع حاجة ما حصلتش. يعني هو ترك دوره كراجل دين بيشرح للنصارى عقيدتهم، بيعلمهم دينهم، وراح يعلمهم طريقة عمل الكيكة. وياريت الأمر يتوقف على عمل الكيكة بس، لا ده طلع عنده مواهب كتيرة، منها انه طلع بيشرح طريقة عمل البيتزا. ابدأ بسم الله والإبن والروح القدس الواحد امين. كل سنة وانتم طيبين، لان انتوا زهقتوا بقى من الاكل والحاجات دي. احنا جبنا شيف مخصوص من الامارات العربية المتحدة والدول العالية قوي، وقال لنا على طريقة البيتزا. اكتشفنا ان عجينة البيتزا مش زي ما احنا بنعملها في البيت، عبارة عن دقيق ومية. اهم حاجة نوع السمنة اللي بيستخدموا زبدة مارجرينا او اي زبدة، عندكم زبدة طرية عشان تطري العجينة، وشوية زيت وكمية زعتر في العجينة. العجينة زي ما انتم شايفينها قدامي كده فيها زيت وفيها زعتر وفيها ايه؟ سكر. وفيها سكر، بندوب حوالي ربع كيلو سكر ل2 كيلو دقيق، حوالي ربع كيلو سكر بيدوب في الميه اول حاجه لحوالي ربع كيلو دقيق، وبنغطي العجينه بالكيس مشمع كده علشان العجينه تخمر كويس. وهنا ممكن حد يقول ليه بيشرح للناس طريقه عمل الكيكه والبيتزا وما شرحش طريقه عمل جسد ربه؟ وبالبحث والتحري لقينا ان النقطة دي ما عدتش عليه، وبالفعل شرح طريقة صنع جسد ربه وبأحدث الطرق من خلال الفرن الكهربائي. تعالوا نتعرف على الأربانة اللي بيرفعها أبونا على المذبح علشان تتحول الجسد الحقيقي لربنا يسوع المسيح. أهلا بكم أحبائي، زي ما وعدناكم هنوريكم إزاي بنسوي الأربان عند درجة حرارة 200، وممكن نحطه على 150 الاول. بنحط الصاج تحت وصاج فوق، ده فرن كهرباء اغلب البيوت موجود فيها، وممكن في فرن البوتاجاز عادي خالص. هنحطه 5 دقايق، اللي فوق هينزل تحت واللي تحت هيطلع فوق. خليكم معانا بنتابع القربان بدون قلق، يعني المزامير وزي ما انتوا شايفين كده الموضوع بسيط خالص، ولكن يعني في البداية بيبقى متخوفين. ما نخافش لو طلعت القربانة شكلها كده مش مظبوط شوية، لكن بقدر الإمكان مرة مع مرة لمرة إن شاء الله نتمرن على صناعة القربان. نفس طريقة القربان القبطي، هو القربان السرياني، وانا لكن اللي بيختلف الختم. لو قدسك في اي معلومة تانية قدسك ممكن تعلمنا. يا رب لا تخزني في طريقي وصاياك اجري، لانك ترحب قلبي. درجة الحرارة 200 والفرن مولع فوق وتحت، ده فرن كهرباء لكن ممكن ينفع في فرن العادي خالص. خلاصك حسب قولك فأجاوب معيريا
كلمة لأني اتكلت على كلامك. ولا تنزع من فمي كلام الحق كل النزع لأني انتظرت أحكامك. فأحفظ شريعتك والأبد وأتمشى في رحب لأني طلبت وصاياك. عارفوا شهاداتك ليكن قلبي كاملا في فرائدك لكي لا أخزى. طاقت نفسي إلى خلاصك. كلامك انتظرت كلت عيناي من النظر إلى قولك. فأقول متى تعزيني المتكبرون قد قروا لي حفائر. ذلك ليس حسب شريعتك. كل وصاياك في الاخر ابونا بيحكي لنا تاني يقول لنا عارفين هتتناولوا ايه ولا نسيته؟ ده جسد حقيقي لربنا يسوع وده دم حقيقي لربنا يسوع. ونفضل نقول امين 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 قبل ما نتناول. بعد كده ابونا يوزع التناول، يبتدي بالشمامسة وبعدين الشعب، يدينا الجسد وبعدين يدينا الدم، وبعدين يختم الصلاة ونروح فرحانين قوي ان احنا تناولنا جسد ودم ربنا. في التناول بدوق بجد بجد ربنا، دوق بجد مش هزار، باخد جسد حقيقي ودم حقيقي. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوة احسن لكم. ومن مواهب القس دوماديوس الى جانب موهبته كشيف انه بيغني. يلا يا ياسر سمع عمو. العصفور على الشجرة بيرنم لي يسوع، وملائكة في السماء بترنم لي يسوع. العصفور على الشجرة بيرنم لي يسوع، وملائكة في السماء بترنم لي يسوع. والورد في البستان بيرنم له كمان، علشان كده أنا وإنت كمان هنرنم لي يسوع. علشان كده أنا وإنت كمان هنرنم لي يسوع. العصفور على الشجرة بيرنم لي يسوع. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صاصا، وملائكة في السماء بترنم لي يسوع. العصفور على الشجرة بيرنم لي يسوع، وملائكة في السماء بترنم لي يسوع. والورد في البستان بيرنم له كمان، علشان كده أنا وإنت كمان هنرنم لي يسوع. علشان كده أنا وإنت كمان هنرنم لي يسوع. مش بس بارع في الغناء، ده كمان بارع في فن التمثيل. وبراعته في التمثيل ظهرت لما قرر الكاهن دوماديوس انه يجيب شيخ مسلم لابس عمامة أزهرية علشان يعمل دعاية للنصرانية على انها دين محبة ودين تسامح تحت شعار احبوا اعداءكم، والدين محبة والوحدة الوطنية والوحدة المهلبية وغيرها من الشعارات الوهمية والبعيدة تماما عن الواقع. القس دوماديوس جاب شخص اسمه احمد صابر، وهو من ائمة وزارة الاوقاف، وقدمه للنصارى على انه نموذج للاسلام الوسطي، وبدأ يلمعه ويظهره على انه ده الشخص اللي بيمثل الاسلام، واداله لقب الداعية المعاصر. مساء الخير، اهلا بكم احبائي اخواتي في مصر وكل مكان في العالم، مع الداعية المعاصر احمد صابر. وظهر في فيديو وهم بيلعبوا مباراة بينج بونج وبلياردو. الكورة يا ابونا مش غالب ومغلوب، الكورة محبة قلوب. برافو حلو قوي. يعني احنا مع بعض على طول ليل ونهار. ها جاهز؟ اشتبك يلا. اوبا اعمل معروف.
اعمل معروف هتتضرب. واحب التنافس اشجع اللعبه الحلوه من... يا عم بلاش الهزار بلاش الهزار دي كره الماتش. هوبا عم برافو حلو قوي. الله يرحمك يا مولانا. لو الحكم وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيا. ودي المباراة اللي بتحقق الوحدة الوطنية بين القس دوماديوس والشيخ المعاصر أحمد صبر. وبما إن دي مباراة رياضية المفروض يلبسوا لبس رياضي، لكن علشان التصوير بقى والكاميرا والشو ظهروا بالزي الديني علشان الصورة تكمل في أذهان المشاهدين، ويفضل اللي في القلب في القلب. وياريت المحبة نشوفها على أرض الواقع مش في مباراة رياضية أو في كلام معسول على شاشات التلفزيون. محبة النصارى للمسلمين بتظهر في حلقات زكريا بطرس ورشيد حمامي ووحيد وقنوات التنصير كلها بلا استثناء اللي ملهاش عمل إلا الطعن في الإسلام والقرآن والطعن في نبي الإسلام وحرق المصحف اللي كان بيتم برعاية حكومات الغرب أدياء المحبة. فيا ريت بلاش من التمثيليات الهابطة بتاعتكو دي، فالناس كلها عارفة الحقيقة وأنا أكتر واحدة عانيت من محبتكم المزعومة يا أدعياء المحبة. فالشيخ أحمد صابر باع دينه وأصبح عبارة عن أسيس بعمة أزهرية لدرجة أنه بيولع الشمع وبيردد نصوص من الإنجيل مع القس المليونير دوماديوس الراهب. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وماذا ينفع الإنسان إن ربح العالم وخسر نفسه؟ وبعدين كم؟ وتحل البركة على أبناء الطاعة. وكمان بيهن النصارى بعيد القيامة. أولا أنا بعيد على علي صوتك. احنا قبل الجام ابوك ايه عن الحنك اللي معافين دي. بعيد على الكنيسة المصرية وبعيد على قداسة الباب بطرس الثاني. وبقول للإخوة الأقباط أخرستوس أنستي أليسوس أنستي. أنا مش عايز أقول كلمة وحشة. أحمص أحمص وانتوا عارفين ايه معناها. فده ما يرضيش ربنا. انا كل حاجة اعملها افضحكوا على النت وعلى التراجم ملمهم نفسهم نلمه. بيقول إخريستوس أنستي أليسوس أنستي، يعني المسيح قام بالحقيقة قام. وفضيلة الشيخ المعاصر نسي ان الاسلام لا يؤمن بقيامة المسيح من الموت لانه ما ماتش ولم يصلب ولم يقتل بل رفعوه الله. ياريت حضرتك تراجع عقيدتك وقرآنك اللي بيقول وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وأنا بوجه لك سؤال يا داعية يا معاصر، طالما عاجبك دينهم ومقتنع بيه لدرجة إنك بتقر بقيامة المسيح من الموت، فليه أنت قاعد في الإسلام لغاية دلوقتي؟ طيب الدفع لك كام علشان تقول الكلام ده؟ ما تقلقش، هم معهم فلوس كتير وعقارات كتير، اطلب منهم وهم هينفذوا لك طلبك. تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى شاء إنه يفضحك أنت والقس اللي معاك على رؤوس الأشهاد؟ ربنا وضح للناس كلها الحقيقة ورا ظهورك مع القس دوماديوس علشان تدلس وتكذب وتنافق على حساب دينك مقابل دنيا فانية وشوية أموال هتموت وتسيبهم وتقابل ربنا بنفاقك للنصارى. القس دوماديوس والشيخ لمؤاخذة المعاصر كانوا عاملين بس بيتكلموا فيه عن الوحدة الوطنية، والولد اللي كان مشغل لهم البس نسي يفصل البس بعد ما خلصوا تمثيلية الوحدة الوطنية وقعدوا يتكلموا عن عقاراتهم اللي بالملايين. طب صحيني عشان همشي معك. هروح فين بقى؟ السادات؟ هروح السادات اشوف المصايب بقى اللي ورا ايه الفندي ده اللي خد حاجته. عارف انا مشغل اتنين، واحد ومراته، ها؟ وخد مراته راح المستشفى جالها مغص، والتاني طلع فوق للحمام نزل لقى ده خد حاجته ومشي. يا
ابونا انت غلطت في موضوع الستات ده. طب ده انا جايب 2 كنت خلصت 6000 جنيه وبعدين كمل. انا في اكتوبر يا راجل ده انا اشوف الشقه اللي واخدها دي اتاجرت ب 2000 جنيه. انا ماجر الشقه ب 1200 جنيه لا. وبدفع الميه والنور للناس. بص بدفع الميه والنور للناس. الراجل اللي عارف جاي له الوصل بكام؟ ب 225 جنيه الكهرباء. قلت له ايه مفيش رحمه؟ الفيلا دي بكام يا ابونا الفيلا دي؟ انهي فيلا؟ اللي هي بتاعتك دي. ما تجيبش اي فلوس. لا. محدش دافع فيها حاجه. قول بس رقم بكام؟ في واحد قايل لي هيجي يشتري شقه قريب. طب هي بكام كلها يعني؟ بكام كلها؟ تسوى 4 مليون مصري. وطي صوتك ممكن حد يسمعنا. 4 مليون؟ خلاص يا عم نعرضها على 4 مليون. ماشي يا باشا. نعرضها ولو لقينا حاجه مثلا ايه ارض حاجه نافعه تجيب تجيب فلوس. ما عنديش عمر ولا صحه بالك. عماره في الوراق، عماره في امبابه. يخرب بيتك. ما انت قلت لي على عماره ما وديتناش. لا يا عم تعالى اوديك. تعالى انا دلوقتي اكلم الحاج رشاد دلوقتي. مش وقته بقى، انا مش فاضي دلوقتي، انا ورايا مصايب من 3000 الفيوم والارض ومش عارف ايه. لو الحكم وتستخدمون الدين الفطاره كي تداروا بيها على افعالكم الدنيا. نسلم عليه ونسلم على الحاج صالح بعد رمضان. هو انا خرجت نيجي نبص على الايه؟ على العمار ونعمل معايضه، يمكن هي تلزمهم في حاجه. خرب الواد ده بقى من الاول، الواد كان ماسك التليفون ومش دايس. يا عم ده كله اوانتا، كله ده علامة تعبان. ازاي بس؟ علامة اعلاميين لكن كلهم ده قدامه ما داس، قال اديله ما داسش. اوكي انت فاهم؟ شغل كده فيديو عندك. انا خسرت الواد سردينا خششني على الفيس. علمني كل حاجه الا حاجه واحده بس. ايه؟ ما علمنيش ازاي اقفل اللايف. انت مشغل اللايف؟ دلوقتي بيتكلموا عن العقارات بالملايين ونسيوا موضوع الوحده الوطنيه اللي كانوا بيتكلموا عنه في البث اللي عملوه. القسيس اللي كان بيستغل جهل النصارى ويشرح لهم طريقه عمل البيتزا والقربانة اللي هي جسد الرب عندهم، وكمان بيشرح طريقه عمل الكيكه ببيضه واحده علشان يوفر عليهم في ظل غلاء المعيشه، كل ده ويطلع في الاخر يتكلم عن عقاراته واراضيه اللي بالملايين، وفي نفس الوقت يكتب على صفحته منشور بيشجع فيه النصارى على دفع العشور ويقول لهم البيت اللي يدفع العشور ما يدخلوش دكتور. ايوه طبعا يا نصراني، ادفع لابوك دوماديوس علشان يقدر يشتري فيلا ب 4 مليون واراضي في الفيوم وشقه وعمارات في القاهره، وشعب الكنيسه وظيفته انه يدفع العشور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.